يسمى بالكونترمون. نعم. هادشي هذا تسد. الجهة الشرقية تسد. الجنوب كذلك هادشي هذا مطرق. إذا ما تسلعني كتخرج. تخرج من ديبوات. إلا كتخرج من هاد الديبوات هادو، شكون اللي كيعطيهم الكاميوات باش يشارجيو؟ هاد الشركات هادو واش عندهم الحق؟ هذا سؤال نطرحه حنا كمهنيين كنطرحوه. واش عندهم الحق انه يجي لواحد الشركه دو ترونسبور او لا نيمبورت كيبيع الشوكولات ولا شوف اش كيدير، واش عنده الحق يجي قدام محطه بنزين ويحط ليه استيما ديال جوج طون؟ هاد السيد كيكونسومي جوج طون في الشهر، ويحط ليه اون سيتار ويدير ليه فولي كونتور. الى عنده الحق قانونيا كي القانون كيسمح ليه، هذا راه مشكله كبيره. خصنا نعاود نشوفوا هاد القانون هذا، لان يجب تحديد كل واحد اشنو هو، يعني فين هو فين هو لو سيركل اللي عنده، فين خصو يخدم. الشركه خصنا تحدد هي ستون امبورتاتريس كتدفع البورتاس. خصنا نعرفوا هاد الشركات النفطيين لمن خصهم يبيعوا، لمن عندهم الحق يبيعوا، والمحطه البنزين لمن حتى هي عندها الحق تبيع. وهاد لي ديبو هادو اللي عندنا كلونديستان او لا ماشي كاع كلونديستان، لانه كيمشي الانسان كياخذ رخصه، لا يعقل انه نفط كيتخذ رخصه من الجامعه، يمكنش. اي حاجه عندها علاقه بالكاربيرون خاص تدوز على وزاره الطاقه والمعادن، وما حد هاد المحطات البنزين كاينين الا وهما اللي خصهم يوزعوا لو كونسوماتور. ماشي نبداو حنايا كنفرقوا في السلعه بحال عازين السطيله ديال البن وكندورو نفرقوا في لي بوان دو فونت. حنا عندنا صور دابا، صور في بوصلات الحاله في المغرب، عندنا صور ديال كاميوات صغار دو 2 طون 3 طون في لي باركينغ اوتو روتيير، واقف وكيعمر هاز فولي كونتور وكيبيع في الكاميوات. عندنا صور ديالهم، صور في بوصلات الحاله، عندنا صور ديال نفس الصور. هاد الصور نفسهم واش حاولتوا انكم تشاركوهم مع وزاره؟ شاركناهم، عطيناهم للوزاره المسؤوله، ويعني حتى هما كيقول لك اودي حنايا بغينا نكونسيو مع وزاره الداخليه الدرك الملكي الشرطه، كيخصنا التقنين الناس كلهم يدخلوا في هاد الشيء هذا. كنا سالناهم على واحد متدخل في وسط القطاع اللي هو حنا كنسميوهم لي ريفوندور، دونك لو ريفوندور اي نيكزيست با، ما كاينش في هاد لو سيركوي هذا. سيد الناس كيمشي كيشري السلعه كنرجعو من عند البنادم كيشري عاود كيشري مع الشركه الصغيره. نعم. كيهز مع ان بون ليفريزون وكيخرج كيبدا كيخوي، يعطي هذا هنا يعطي طور هنا جوج طور هنا ثلاثه بشكل غير قانوني. كارثه هادشي هذا، يعني واش هادشي متعمل او المحطه اللي نزيد نمشيو الفلاس؟ الله اعلم، باش يبقاو المحطات اللي تابعين الشركات بوحدهم. هذا راه مشكل كبير خصنا ليه الحل. هذا من التساؤل ديالنا اللي رسمي لوزاره الطاقه والمعادن، لانه ملي كنهضروا مع ما يمكنش لينا نبقاو غادي خصنا نفهموا حنا بعدا، خصنا نعرفوا القانون اشنو كيقول، والا ما كانتش حاجه في القانون خصها تعدى، لانه هذا التسيب اللي وقع خص ليه الحل.